إذن مثل ما قلنا في بداية الحلقة إنه في دراسة جديدة صدرت من كامبريدج بنيت أو أثبتت إنه الأحلام اللي نشوفها هي مجرد تكملة لأحداث يومياتنا وما لها أي معنى مخفي أو عميق. وكمان بحسب موقع السليب فونديشن الأسترالي تقريبا 95% من كل أحلامنا ننساها أول ما نصحى. وأيضا كان في دراسة بالتسعينات أجريت هذه الدراسة مشاهدين على أكثر من 50 حالة وامتدت لأكثر من 40 سنة. وتبين أنه المشاعر السلبية مثل القلق هي الأكثر شيوعاً بالأحلام من المشاعر الإيجابية. معنا عبر سكايب من أمريكا الدكتور عبدالله غازي، ومعنا كمان معتز الخطيب اللي عنده وجهة نظر مختلفة عن هذه الدراسة. نصبح عليك معتز، أهلاً وسهلاً فيك، وكمان نصبح على الدكتور عبدالله من أمريكا أعتقد. نعم، من صباح الخير يا دكتور. ألاباما. ألاباما أتذكر. صباح الخير دكتور. نبدأ مع معتز. معتز، إيش أغرب حلم حلمته؟ والله لقائي بالشيخ زايد رحمة الله عليه في مكان وزمان أنا ما كنت خلقان فيه، يعني بالسبعينات. أوكي. في مكان في أبو ظبي على البحر. نعم. قديم قعدت معه ومع كبارية أبو ظبي، يعني كبارية السن. وكنت أسمعهم شو يتكلموا المواضيع. طبعا هذا المنام من كم سنة يعني. نعم. فهذا المنام يعني عمل لي. من كم سنة عفوا حلمت هذا الحلم؟ من تقريبا من سنتين ثلاث سنين. وتتذكر بالتفصيل علينا الآن. طيب معتز، احنا خلينا شوي يعني نعرف المشاهدين على وضعك بالاحلام. انه كثير عندك احلام تشوف مثلا بيت ببلد ثاني وانت مو رايح لهذا البلد ولا زاير هذا البيت وتوصفه بدقه. في امور مثلا احداث تصير معك انت ممكن تغير كثير من الامور من خلال هذا الحلم. تعطينا امثله على امور يعني صارت وانت اخذت اجراء من خلال هذا الحلم. اول شيء حلمتها يعني يمكن، صح؟ أشياء حلمتها وبعدين صارت في الحقيقة، يعني أنه اتخذت أنت إجراء من وراها غيرت مسار بشيء. يعني مثلا في مثلا منام شفت قاعد مع شخص ثاني. نعم. فمن وراء النقاش أو الكلام بصير في زعل في سيخنا. نعم. فسبحان الله بعد فترة نجتمع مع نفس الشخص ويصير نفس الحوار. فأتذكر الكلام هذا داير فأغير كلامي بحيث ما يصير في هل ما يصير في التوتر هذا أو هالزعل هذا. والطرف الثاني نفس الكلام اللي شفته بالمنام ينعاد مره ثانيه. فاشوف حالي لا، لازم انا هون اخف الحده شوي. بس نفس الكلام، نفس الكلام. طيب خبرنا بعد، علمنا بعد سوالف، خلينا نشوف. مثل يعني مثلا شيء ممكن، يعني انت تقول انه في احدى المرات توقعت انه حمل احدى اقاربك. نعم. بالتاريخ. وباليوم ب 2017 او 18 17 ايه. كان شفت بنت زوجتي، اخت زوجتي. نعم. اخت زوجتي بسوريا، كان متزوجة جديد يعني تقريبا. نعم. فحلمت انه بتاريخ معين بتكون حامل وبنت. نعم. فخبرت زوجتي قلت لها اختك يوم فلان بتكون حامل بنت. تاريخ 5/8. 5/8. قبل كم من من قبل اربع شهور. طيب وحملت نفس الوقت؟ لا مو بس يعني بنفس اليوم. أوه. دقوا عليها قالها ها بشري، قالت والله ما ادري. لحظه لا كذا كثير. طب الدكتور عبد الله يعني في تفسير علمي للموضوع، قل لنا ايش هذه الاحلام، ايش معناها؟ اهلا وسهلا. اول شيء يا هلا فيك. اللي انا ابغى اقوله انه صعب جدا ناخذ معاني علميه او ناخذ قوانين علميه او افكار حقيقيه كامله من حالات فرديه بدون ما ندرس الحالات هذه. نعم. ونشوف هل هي شيء فردي ام هو شيء عام يصير لكل الاشخاص. هذا بعد ما نتجاوز انه هل هو حقيقي ام لا ابتداء. فما حعلق على ضيفكم اليوم وعلى التجارب اللي هو مر فيها لانه نحتاج قراءه وتفصيل ومراجعه اكثر لهذا الموضوع، لكن بالعموم صعب جدا. لا بس دكتور عفوا، يعني الحالات اذا صارت عامه ما اتصور انه يحتاج دراسه يعني. يعني دام هي الحاله وقعت. ايوه. هذا هو يعني انا ما بتناقش معك كثير على قولتهم، والوقت باكر عندك يعني يمكن مو متقهوي لحد الحين. اللي انا اقصده في هذا السياق. نعم. انه قبل حتى ما ندي الحدث. نعم. وزن ونحاول نعلقه في فيريفيكيشن بروسيس، في اسلوب تاكيد وفهم حقيقي لماهيه وواقعيه هذا الكلام. وللاسف احيانا كثيره، مره اخرى انا ما اتكلم على ضيفكم الموجود اليوم مع كامل احترامي وتقديري له، احيانا كثيره الاشياء المميزه
too good to be true، الأفضل من أنها تكون حقيقة غالبا هي أفضل من تكون حقيقة فعلا. طيب معتز، أنت مثلا هل عرضت حالتك على خبير، على مثلا مفسر أحلام، على طبيب مثلا نوم، طبيب نوم نفسي؟ لا، ممكن مثلا يكون في منام غريب ما عرف تفسيره أو ما لقيت تفسيره بالضمن الكتب أو كذا، ممكن ألجأ لإنسان مختص. أما زي مين يعني؟ مفسر أحلام مثلا ولا كيف؟ ممكن في مفسر أحلام، ممكن عالم ديني مثلا ويعطيك تفسير معتز؟ هلا في منامات اوكي يعني يفسر لي اياها، في منامات لا ما يحتاج تفسير، انه انت تكون طب لا كان صار في معك حادث قبل ازمه كورونا، لو تخبرنا عن ال هلا قبل حادث كورونا كان شفت منام عم بعمل عمل جديد، في تعب في ارهاق في كذا، فما اهتمت بالمنام يعني كثير. اجت محادثه كورونا و صار في يعني الوضع الاقتصادي وانه كثير من الناس ممكن انها شركات قفلت، فسبحان الله في شركات قفلت في كذا. لما شفت الموضوع هيك قلت يا ريتني اخذت بالمنام، يعني انه سويت شيء مشروع بحيث انه لو قعدت الموضوع هذا صار في معي هيك اخذت بالحلم اللي انا روحته على حالي، يعني روحت وقت معين عن من حياتي على الفاضي. فهي سبحان الله يعني يمكن يكون اشاره زين. يمكن في اشارات ما يعني ما تحتاج تكون في الحلم، في اوقات اشارات واضحه قدامنا بس احنا يمكن نتغاضى عنها. صحيح. بس في احلام غريبه زي ما انا ذكرت كمان. خلينا نسال دكتور عبد الله، اوقات دكتور عبد الله معتز بيقول عنده احلام ما لها تفسير، وانا قلت انه حلمت بباتمان قبل ما اطلع اول مره هوا، فهذه الاحلام الغريبه ايش من وراها، يعني ايش من فين تجي؟ اول شيء لما قبل ما اجاوب هذا السؤال خليني ارجع خطوه لورا واقول احنا متى نحلم؟ احنا نحلم واحنا نايمين. إيش اللي يصير في فترة النوم في حياة الإنسان؟ بالإضافة لأشياء كثيرة على المستوى الجسدي، هي الفترة اللي إحنا نتعامل فيها، دماغنا يحاول to process، يعالج وستور، يسجل الذكريات اللي صارت خلال هذا اليوم اللي هو فيه. 95% من الأحلام إحنا ما نفتكرها أساساً، لأنه مثلاً نستيقظ في وقت معين، وحتى بعض الدراسات أشارت زي اللي تكلمتوا عنها اليوم إنه الوقت اللي نستيقظ فيه في اليوم في خلال دورة النوم يعني تدينا انطباع أكثر على قد احتمالية تذكرنا للحلم اللي صار. عموماً اللي أقصده في هذا السياق إنه غرابة الحلم تجي من إنه هي اللحظة اللي استيقظنا فيها كان جزء مقطوع من شيء أكبر، الشيء الأكبر هذا أساساً كان وظيفته إنه يعالج ويتعامل مع الذكريات اللي صارت فيه أو الأفكار اللي صارت خلال هذا اليوم. معدل افتكارنا وتذكرنا لهذا الشيء يتوافق مع بشكل أو بآخر مع كمية الحدة، كمية وحدة المشاعر اللي عدينا فيها في يومنا. وزي ما قال التقرير حقكم أيضا وكان دقيق وجيد فعلا إنه المشاعر السلبية أكثر من الإيجابية في هذا السياق. طيب دكتور، الدراسة أيضا كانت تقول إنه الأحلام ما في يعني من وراها أي رسائل أو معاني، هي مجرد تكملة لأحداثنا اليومية. يعني كيف نقدر نفسر اللي مثلا نشوف كوابيس لكن هو وضع الطبيعي هو ممتاز واموره زينه ومستقر، لكن احلامه كوابيس، طيب كيف هي تكمله لليوم وانه الشخص وضعه تمام؟ يمكن ما بيقول انه هو مو تمام اتوقع يعني، بس هو ما يعني طيب دكتوره تفضلي. لا 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 انا بس بقول يعني انه يعني يمكن لا يمكن هو فعليا احنا مو عارفين انه هو مو تمام، هذا اللي اقصده. بس لا ممكن الشخص هو نفسه يعرف نفسه انه هو اموره تمام، اموره تمام بس عنده كوابيس، بس عنده كوابيس. اوكي ها، ايش رايك الدكتور؟ تفضل دكتور. هو في شقين، في الاحداث اليوميه الفعليه اللي صار لي كذا وصار لي كذا وصار لي كذا، بعدين في المشاعر والذكريات والمخاوف اللي الانسان يشعر فيها، وهذه ما هو دائما تكون حاضره في عقله الواعي. ممكن لو تكلم مع شخص تطلع عنده مخاوف موجوده، لكن هذا اللي تقصده ساره. اي هو هذا، انه هو مو عارف انه اوكي. طيب بس حيعرف بعد نقاش كلمه وكلمتين. طيب معتز، اخر حلم تعلمته؟ اخر حلم قبل لا تجي في اليوم مثلا ليله او الليله اللي فاتت؟ هلا في احلام بشوفها يوميا، مثلا ممكن يعني عن عمل، عن البيت، عن العيال، عن الاهل. نعم. طيب احنا بختام اللقاء معك معتز، هل احيانا في حلم غير مسار حياتك؟ ايه، اتخذت قرار مثلا كبير من الاحلام من خلال حلم معين؟ نعم نعم. اللي هو زواج. زواج يعني شلون؟ طبعا في المحل تكون واحدة تزوج بيختفي عنده مثلا كذا خيار، فنحن بنسميه بسوريا صلاة استخارة موضوع هذا يعني كل مكان ناس اي يعني عم بحكي لك انا مثلا بتعرف كل بلد لها تسميات. طيب تفضل تفضل. ف
فكان فيه كذا خيار انه هي او هي او هي. فسبحان الله اخترت انا لزوجتي الحمد لله رب العالمين. يعني كيف؟ يعني باستخاره ولا بحلم؟ لا بحلم. شفتها يعني؟ شنو اللي شفت بالحلم؟ شفت عباره عن يعني اول شيء مكان اخضر كبير في راحه نفسيه ماشي فيه. والاسم والاسم وكم ما شاء الله صار لك متزوج؟ هلا تقريبا من 2004 2005. شلون الامور؟ الحمد لله رب الحمد لله حلم. الله يوفقكم ويسعدكم. طيب دكتور عبد الله خلينا نسالك، هل الواحد يقدر يمرن نفسه ايش يحلم؟ يعني مثلا معتز قال انه هو استخار فهو قاعد يعني اوكي ممكن ما له علاقه، لا بس خلينا نقول انه هل يقدر واحد يفكر او يمرن نفسه كيف يحلم؟ للاسف الجواب لا، هو ما يقدر. لكن الشيء اللي يشغل بالك فتره طويله، اذا بالك مشغول اساسا بهذا الشيء فتره طويله احتماليه انك تحلم فيه اعلى، لكن حط خطين حمراء تحت كلمه احتماليه لانه الموضوع ما هو بيدك. له علاقه ببساطه متى تصحى من النوم. يعني حتى في بعض الابحاث كانوا يصحون الناس في يوم في وقت معين من النوم لما يوصلون مرحله يسمونها REM، يعني منطقه معينه في الحلم. اي لما يصحى بعدها هو يفتكر اللي صار في الحلم. فأحيانا كثيرة أنت حلمت بهذا الشيء اللي في بالك طول الوقت، لكن أنت ما صحيت في الوقت اللي يذكرك فيه. فجوابا على سؤالك، تقدر تمرن نفسك؟ لا، لكن أي شيء يشغل بالك فترة طويلة احتمالية أنك أنت تحلم فيه تزداد. نعم نعم. طيب دكتور، يعني رأي شخصي وليس علمي من حضرتك، إذا في إمكانية وأنت لك حر الإجابة، أنت شخصيا هل يعني تؤمن بمسألة الأحلام ممكن تكون رسائل، خصوصا أنه إحنا لما نقرأ بالتاريخ بسير الأنبياء بسير الملوك كثير من الأحداث صارت من خلال الرؤية؟ جوابي الشخصي هو أنا لا أعلم. لا تعلم؟ إذا ما أيوه لا أعلم. أنا اللي أقدر أسويه أني أعتمد على الديتا أو البيانات اللي موجودة أمامي في تفسير حياتي. بعض من البيانات هذه تاريخية زي ما تفضلت أنت، وبعض من البيانات هذه أنا أقدر أقيسها في معمل بيدين الاثنين في معمل النوم. فأدل الأشياء أنا ما أقدر أوصي بأشياء أنا ما أقدر أتأكد منها عن طريق التجربة. فهذا اللي أنا مارسه في حياتي. شكرا لك دكتور عبد الله، لك يوم جميل ونحييك كثير التحية. معتز شكرا يا غالي. شكرا لك يا معتز، يعطيك الف عافيه. احلامك خير واحلام سعيده ان شاء الله جميعا يا رب. نبينا احلام حلوه. نجهز لك مكان تاخذ لك غفوه يمكن يحلم عننا يقول لنا شيء. حسب السرير يكون لا نضبط لك لازم السرير له شغل كمان. طبعا اوكي خلاص شكرا لك معتز، يعطيك الف عافيه.